if it سوني ماسا سوس بثير بالديكوراتور. أيها الرب إلى القوة تكون معنا قعدنا مستحقين أن نصلي جميعا يا أبانا الذي في السماوات. سبحانك تتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع. Schnee flogite, שבהם אותן תותפן ברבר בסנניב או נאיתי בנות אביותם בן שויס או בנות או בן סותי ריסוס בחריסוס ז'אפר סקפאזי נגון פרפויתי נירון אפר אירון אף שופטי נירו פפטי אסו אירון אף תיתו תנפן תנשארי עתאי ונותאי En thofon marinti orofo po sinti feri eiron, chen paitho apai nimno tiro inti ben onch. En eri nene vinge bevanto karator, pshoi se ben noti. Roi se vengsaste. שויס אבנותי פי פנטוקרטור, אביותם בן שויס או בן נוטי או בן סותיר, איזוס בחריסטוס, נשקורק על הכל חלן, ומן אגלי כל חלן, ופי כל חל, לנקה סתרתנה וענתנה, וחפסתנה וקבלתנה אליק, واشفقت علينا وعضضتنا واتيت بنا الى هذه الساعه لك ارحمنا الله اترف علينا واسمعنا ويعيننا واقبل سؤالات وطالبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن ينيح نفس عبدك كما المنصور وأن يغفر لنا خطايانا يا رب ارحم من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد
وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفين والظاهرين انزع عنا وعن سائر شعبك وعن هذه النفس وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والأقارب وكل قوة العدو. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثر عفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، تطهرني لأننا عارف اسمي وخطيئتي أمامك في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أحوالك وتولي مزاحك، لأني أنا ذا لا شأن حول لي وخطايا لا تكلمني، لأنك إذا حلفت الحق إذا وضحت لي غرام حكمتك مصراتك. فانضع علي بزوفاك فاطهر تغسلي فبدا اكثر من السلف، تسمع لي سرورا فرحا تاج صنم صهقه، تصرف وجهك عن خطاياي وامر كل شيء، قلبا نقيا تخلق فيه يا الله وروحا مستقيما تجد فيه عشاك، لا تفرحني من قدامك وروح القدوس لا تنزعه مني، امنحني بعد خلاصك وبروحك لا يصعدني، وعلم الناس مطرقك والمنافقون اليك يرجعون، نجني من الدماء يا الله الى خلاصي. أبدأك إنساني بعدك يا رب أفعش بداية فهمت الزبيحة، لأنك لا وصلت الزبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تخرج المحقات فالزبيحة لله روح مسعد أقرب المنكسر المغالع لا يرسله الله، انعم يا رب مصرفك على الصهيون واكتبنا أخبار أورشليم حينئذ تسر بذبائح العرب وقال يتكلمون عن مزاح كالعدود دوكساسي زمير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا امين. الى اين اذهب من روحك والى اين اهرب من وجهك؟ ان صعدت الى السماء فانت هناك، وان هبطت الى الهاويه فانت هناك ايضا، وان اتخذت لي اجنحه واقمتها باكرا لاسكن في اواخر البحر فان يدك هناك تهديني ويمينك تمسكني. Let my soul live, it shall praise you, and let your judgment help me. I have gone astray like a lost sheep. Seek your servant, for I do not forget your commandments. The heaven, even the heavens, are the Lord, but the earth has he give it to the children of men, that it praise not the Lord, neither any that gone down unto slander.
but we will bless the Lord from this time forth and forevermore. Praise the Lord. أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي لأنه أمال بسمعه إلي وفي أيامي دعوته لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الهاوية أصابتني نالني ضيق وحزن فدعوت اسم الرب يا رب نجي نفسي الرب هو رحوم وبار وإلهنا يرحم حافظ الأطفال الصغار هو الرب توضعت فخلصني ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك لأن الرب قد أحسن إلي خلص نفسي من الموت وعيني من الدموع ورجلي من الزلل ارضي الرب أمامه في كرات الأحياء البولس فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس بركاته على جميعنا أمين. وأنا أعلمكم يا إخوتي أن الإنجيل الذي بشرتكم به هو الذي قبلتموه، هذا الذي أنتم ثابتون فيه وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا، لأني سلمت إليكم أولا ما قد أخذت أن المسيح مات عن خطايانا كما في الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث كما في الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم ظهر للإثنى عشر ومن بعدهم لأكثر من 500 أخ معا، أكثرهم باق إلى الآن ومنهم من قد رقد، ثم تراءى ليعقوب ولسائر الرسل، وفي آخر جميعهم ظهر لي أيضا أنا الذي مثل السقط، وأنا أصغر جميع الرسل ولست مستحقا أن أدعى رسولا من أجل أني اضطهدت كنيسة الله، وبنعمة الله صرت لما أنا عليه، ونعمة الله التي فيها ليست بباطلة، بل قد تعبت أكثر من جميعهم، لا أنا بل نعمة الله التي معي، فإن كنت أنا أو أولئك هكذا نبشر هكذا آمنتم، وإن كان ينادى بالمسيح أنه قام من الأموات فكيف صار فيكم قوم يقولون أنه لا تكون قيامة للأموات، فإن لم تكن قيامة للأموات فلا يكون المسيح قد قام إذن، وإن كان المسيح لم يقم فكرازتنا باطلة وباطل أيضا إيمانكم، ونوجد نحن أيضا شهود زور لله لأننا قد شهدنا على الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه، إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام أيضا، وإن كان المسيح لم يقم فباطل إيمانكم وأنتم بعد تحت خطاياكم، أو لعل الذين ماتوا في المسيح قد هلكوا، وإن كنا في هذه الحياة فقط نرجو المسيح فنحن أشقى جميع الناس، الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، وكما أنه بإنسان كان الموت كذلك بإنسان آخر تكون قيامة الأموات، وكما أنه في آدم يموت الجميع كذلك في المسيح أيضا سيحيا الجميع كل واحد في رتبته. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا يا آبائي وأخوتي آمين. Oh.
نئونون آمين جيتريس ألا إنسان إيمان شليل فلوغي Ειρήνη πόση أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبيا وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل بأناجيلك المقدسة بطلبة آتي قديسيك صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك أعيش فيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا صل مستودفيت هللويا برتو كتاكسيون سيماستيس اكرواسيو توغيو فانجيليو كيرون كيتون سيوني مون كيتي فسومين سوفيا اورسيا سومين توغيو فانجيليو او انغنوسي س فول Χέμπι ευαγγελείο νες οβ κατάιου ανεν αγείο σαρσίκε من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركاته مع جميعنا طوبى لمن اخترت وقبلت ليسكن في ديارك إلى الأبد اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أكتر الأرض كلها هللويا For the sake of being worthy to hear the Holy Gospel from our Lord God, we beseech in wisdom to listen to the Holy Gospel. A chapter from the Holy Gospel according to St. John. May his blessings be with us. Amen. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For what things soever he does, this also doth the Son likewise, for the Father loves the Son and shows him all things that himself does.
and he will show him greater works than this, that you may marvel. For as the Father raises up the dead and quickens them, even so the Son quickens whom he will. For the Father judges no man, but he has committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son even as they honor the Father. He that honors not the Son honors not the Father which he has sent him. Verily, verily, I say unto you, he that hears my word and believes on him that sent me has everlasting life and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. For as the Father has life in himself, so has given to the Son to have life in himself, and has given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the grave shall hear his voice and shall come forth, they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. Glory be to God forever. Nebra dente etreyes gathered for, O Lord, repose it in the kingdom of heaven. Open for this soul, O Lord, the doors of heaven. Accept it unto you according to the greatness of your mercy. Open for it, O Lord, the doors of righteousness, so it may enter and find comfort there. Open for it, O Lord, the doors of paradise as you open it to the thief. Open for it, O Lord, the doors of kingdom so it may share with the saints. Open for it, O Lord, the doors of ease so it may chant with all the angels. Let it be worthy to see the delight.
Let the angels of light enter it into the life. And let it be in the bosom of our fathers Abraham, Isaac, and Jacob. Forgive the sins that were done knowingly and unknowingly. For you, O God, realize the weakness of mankind. Through your mercy, console those mourning, especially the family. Grant them patience and give them a heavenly reward. Through the intercession of Our Lady, the Saint Mary, and all the ranks of heaven, let your mercy and help be with your people. Grant them serenity. Establish us in your Orthodox faith. Be victorious to us, your believers. We worship you, O Christ, with your good Father and the Holy Spirit, for you were crucified and saved for us. حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوٍ للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس أم مريم العذراء ضرب عنا العهد بلاص المنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات في مجدي ليدين الأحياء والأموات نعم بالروح القدس الرب المحيي بسخ من الآب مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامتك שליל פלוגיתה ויברוסף קסטסיתה ונפסי תתוגם מרגיש וידע פלנסאל الله الآب أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا وأنا بنا أخواتنا الذين رقدوا وتناحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء أبانا القديسين رؤساء الأساقفة وأبانا الأساقفة وأبانا القمامسة وأبانا القصوص وأخواتنا الشمامسة وأبانا الربان وأبانا العلمانيين وعن نياح نفس عبدك كمال منصور وعن نياح كل المسيحيين لكي يناح المسيح إلينا نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حدنا بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم في الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك أقم أجسادهم كاليوم الذي رسمت كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما عددته يا الله لمحبي اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم
فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. وأما نحن فهب لنا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك، واعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك. الله الأبدي عالم الخفايا قبل كونها، العالم بكل شيء، الذي أخرجنا الكل إلى الوجود مما لم يكن، الذي بيده سلطان الحياة والموت، الذي ينزل على أبواب الجحيم ويصعد. إن خلقتك للإنسان هي بسرك العجيب يا سيدنا، كذلك انحلال خلقتك الزمني وقيامتهم الأبدية. أنت الذي تعرف، نعترف لك بالشكر على كل حال وعلى دخولنا إلى العالم وطريق خروجنا على رجاء القيامة. ونبارك ظهور مسيحك والبنوة التي أعطاها لنا به لما تنازل إلى أوجاعنا وأخمنا معه إلى عدم الأوجاع. اقبل يا سيدنا هذه الوديعة الطاهرة التي هي لنفس عبدك كمال منصور، واحفظها في النياح إلى القيامة وظهور مسيحك في حضن أبائنا القديسين إبراهيم وأسحاق ويعقوب، الموضع الذي هرب منه وجع القلب والكآبة والتنهد. وإن كان صنع شيئا من الخطايا إليك مثل البشر، اغفر له وسامحه وتزل عنه سائر عقوباته، لأنك لم تخلق الإنسان للهلاك بل للحياة. نيحه في ذلك المكان، ونحن الذين أيضا ها هنا ارحمنا، اجعلنا مستحقين أن نعبدك بغير انشغال. حزان القلوب عزيهم، الباقون بعد أعنهم، الأيتام منهم علهم، والذين حضروا وشراكوهم في الحزن ارحمهم وباركهم وعطيهم أجرا سمائيا في الدهور الآتية وإلى الأبد الآبدين. لأنك أنت إله رؤوف ورحوم، وأنت الذي نرسل لك إلى فوق المجد والإكرام والعزة والسجود، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. يعز علينا جدا أحبائي انتقال أخونا الحبيب كمال منصور، أو كما تعودنا أن نسميه صبحي. فالرب ينيح روحه في فردوس النعيم، والواقع أن الموت المفاجئ بيبقى صعب على الإنسان، لأن حاجة غير متوقعة. وربنا سمح أن اثنين من أبناء الكنيسة ينتقلوا انتقال مفاجئ. وده علمنا أحبائي أن الإنسان دايما يكون في حالة استعداد، لأننا لا نعرف متى يأتي الموت. الموت يأتي كلص في المساء، أم في نصف الليل، أم في صياح الديك، أم في الصباح، محدش يعرف. والله في حكمته أخفى هذا اليوم لكي يكون كل واحد فينا مستعد. ولذلك المسيحية تنظر للموت أنه بداية حياة وليس نهاية حياة. حياة أجمل بكثير في السماء، لأن إحنا هنا على الأرض عايشين مع الناس وبنتعامل مع الناس وبنتعامل مع عينات مختلفة من الناس. أما في السماء فالتعامل مع المسيح والعذراء والملائكة والقديسين حاجة مختلفة تماما على الأرض. على الأرض في تعب، مرض،
ألم، حزن، دموع، كآبة، تنهد، لكن في السماء مكان الراحة، مكان العشرة الجميلة الدائمة مع الله ومع الملائكة ومع القديسين. ولذلك رب المجد يسوع كان يسمي الموت راحة، لأن ربنا عارف أن العالم كله تعب وما فيش راحة، فكان بيسمي الموت راحة، وكان يسميه نوم، لعازر حبيبنا قد نام. ولما أقام ابنة تيروس قال إن صبية نائمة وليست ميتة. فإذن أحبائي في هذه المواقف المؤلمة لازم نفكر في السماء، ما نفكرش في الأرض. الأرض زي ما بقول كلها تعب، الجسد ده سجن، ولما الروح لما تنطلق من السجن بتاخد حريتها، تنتقل للحرية، لأن الجسد ده سجن. ولذلك بولس الرسول العظيم بيقول لك لي الحياة أن أنطلق ويكون مع المسيح، فهذا أفضل جدا انطلاق. سمعني الشيخ يقول الآن يا سيد اطلق عبدك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك. لكي نتعزى أحبائي لابد أن ننظر إلى السماء، ما ننظرش إلى الأرض. القديس استفانوس أول شهيد في المسيحية حطوه في حفرة وحكموا عليه بالرجم حتى الموت، ووجدوا وجهه كملاك ومنير، لأنه شاف السماء مفتوحة وشاف المسيح معاه إكليل عشان معدي ليه هياخده بعد اللحظات عندما تنطلق الروح من السجن ومن الجسد وتنطلق إلى السماء. فخير لنا للعزاء أحبائي أن احنا نفكر في السماء، يا ريت ما نفكرش في الأرض كتير. الأرض متعبة ولا تشبع، والإنسان مهما يجري وراها ما يشبعش. ولذلك المسيح قال لسامرية كل من يشرب من هذا الماء يعطش. فعشان كده أعطانا الله مثل العذارى الحكيمات والجاهلات، خمس عذارى حكيمات وخمس عذارى جاهلات، عينات من الناس، البعض جهلاء والبعض حكماء، وده حال البشر. في ناس بيسلكوا بحكمة في العالم، وفي ناس بيسلكوا بدون حكمة وبجهل في أمور العالم. وبين الكتاب المقدس بيوصف لنا أن الحكيمات كان معهم زيت. الزيت هو رمز للروح القدس ورمز للإيمان العامل بالمحبة، رمز الأعمال التي كلها خير وكلها محبة، لأن الإيمان لازم يكون بحب، مصحوب بالحب ومصحوب بالأعمال، لأن الإيمان بدون أعمال ميت. فالمطلوب مننا الإيمان الحي المصحوب بالأعمال الطيبة وعمل الخير. فهؤلاء العذارى الحكيمات كان معاهم زيت عمل خير. صدقوني يا أحبائي إحنا لو عملنا عمل خير واحد في اليوم هنعتبر أن هذا العمل نقطة زيت في أنية قلوبنا. شوفوا بقى في السنة يبقى عندنا 365 نقطة زيت في سنة واحدة، اضربها بقى في أعمار سنك، شوف يبقى عندك كمية من الزيت قد إيه تشفع فيك أمام المسيح في يوم الدينونة العظيم، لأنه مخيف هو الوقوف بين يدي الله. الفرق بين القديس والعادي والشخص العادي أن القديس مستعد لأنه مخزن زيت، عارف هيروح فين. أما الإنسان الخاطئ الذي كان يسير بدون حكمة مثل هذا الإنسان مش عارف مصيره فين، فيخاف من الموت،
ويخاف يسمع ناس بيكلموا أي كلام عن الموت، ويحب يغير الموضوع، مش عايز يسمع. وده ليه؟ لأنه تعود على إنه ما يخزنش زيت، عنده إيمان لكن إيمان ميت بدون أعمال. فهذا الزيت رمز للروح القدس اللي ساكن فيك، أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، وأنت والأعمال الطيبة المصحوبة بالمحبة. لأن أيام بولس الرسول بعض الناس اليهود قالوا أنا حنصوم ونصلي لغاية ما نقتل بولس، هل هذا صوم مقبول أو صلاة مقبولة إن هم يصوم لغاية ما يقتلوا بولس؟ عمل ما فيش محبة. ولذلك الإيمان يجب أن يكون مصحوب بالمحبة وبالأعمال الطيبة. وبعد كده الكتاب المقدس في هذا المثل المكتوب في إنجيل متى 25، ونمنا جميعا. يعني إيه نمنا جميعا؟ يعني كلهم ماتوا، الحكيمات ماتوا والجاهلات ماتوا والكل مات. ولما أبطأ العريس، لأن المسيح اتأخر من أيام آدم وحواء إلى أيام الدينونة حيث يسمع الذين في القبور صوته، فيقوم كل من يسمع صوته يقوم. ولما نقوم يبقى كل واحد مستعد، هيقول له ربنا تعالوا رسوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. والذين لم يعملوا أعمال طيبة وسلكوا في العالم ببعد عن الله وبجهالة هيكون مصيرهم العذاب الأبدي. ولذلك أحبائي نمنا كلهم، ماتوا كلهم، كل حيموت، ما فيش حد هيهرب. لكن المشكلة إن الخاطئ لما بيخطئ بيقول أنا قدامي فرصة لكي أتوب، لسه قدامي فرصة. تضمن منين الفرصة دي؟ الإنسان لا يضمن حياته يوما واحدا ولا لحظة واحدة ولا ثانية واحدة، لأن الروح ممكن تنتقل في أي لحظة. زي الغني الغبي قال أهدم مخازني وابني وخزن وقلت كل نفسي وابتهجي أمامك سنين كثيرة. فجاءه صوت من السماء قال يا غبي لمن تعد هذه الأشياء؟ اليوم تؤخذ روحك منك. ولذلك أحبائي اللي احنا في على الأرض قدامنا فرصة ان احنا نستعد وما نأجلش، ونعيش في حياة التوبة، ونعيش في حياة الاستعداد. حياة الاستعداد تتطلب منك حاجات بسيطة، انك انت تعيش في حياة التوبة المستمرة. احد القديسين كان مار إسحاق يقول يجب علينا في خلال 24 ساعة من اليوم من النهار والليل أن نقدم توبة بصفة مستمرة. لما البنش ما حدش يعرف يعمل إيه، ممكن الواحد يفطر وما عندوش وقت يتغدى، وممكن الواحد يتغدى وينتقل وما عندوش وقت يتعشى، وهكذا. ويمكن الواحد ينام وممكن ما يصحاش. ولذلك أحبائي لابد من حياة الاستعداد. إزاي نستعد؟ احنا نحب المسيح ونترك الخطيه المحبوبه. ربنا قال حب الرب الهك من كل قلبك ومن كل عقلك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. القلب المحب المملوء يبقى محصن، الشيطان ما يقدرش يلاقي فيه ولا خرم ابره يدخل منه. فاحنا نستعد ان احنا نملا قلوبنا بالمحبه، ونطرد من قلوبنا محبة الخطية، ونترك الخطية المحبوبة، ونتمتع مع المسيح على الأرض عشان يبقى مكون نصيبا في السماء. احنا كلنا مطمئنين وكلنا حاسين بارتياح كبير جدا ان اخونا الحبيب كمال او الاخ صبحي موجود في السماء، صدقوني. وربنا مش هينسى تعبه. يا ما شفت كل يوم حد الصبح بعد ما بيخلص القربان طول الليل سهران وبيسمع المزامير أثناء الشغل ويطلع متصبب عرقا. وصدقونا أنا قعدت أتأمل في هذا المنظر، قلت يا رب أنت مش هتنسى العرق ده أبدا.
كل نقطة عرق خرجت من جسم المرحوم كمال هي عبارة عن نقطة زيت تضيء المصابيح الموجودة في قلبه وتشفع فيه ويكون له نصيب في السماء ويصلي من أجلنا ولله المجد. بسم الأب والابن والروح القدس واحد أمين. إحنا النهاردة مجتمعين لا لكي نبكي على كمال منصور ولكن لكي نفرح بزفاف هذه النفس الوديعة المجاهدة إلى السماء. يريت أن إحنا نرى هذا اليوم بعين الإيمان وليس بعين الأرض. بعين الأرض إحنا فريقنا واحد من ولاد ربنا وخادم من خدام الكنيسة الأمنة، لكن بعين الإيمان يحق لنا أن إحنا نردد ما قاله الوحي في سفر الرؤيا، بيقول اكتب طوبى للإيه؟ أموات الذين من اليوم يموتون في الرب. ليه؟ يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. أخونا الحبيب استراح من كل أتعاب الأرض ويتبعه إلى السماء زي ما أبونا بشوي قال، كل نقطة عرق وكل ساعة صهرها من أجل أن احنا كلنا نيجي يوم الحد كده وإحنا نايمين طول الليل ونفرح بالقداس ونقول ده احنا ناس بنيجي بدري. أكيد أي كلام نقوله عن هذا الإنسان مجرد تعزية بنعزي بيها بعض، لكن صدقوني وبالكلام ده بقوله من قلبي، لو عينينا اتفتحت على فرح هذا الإنسان في السماء سأجد وجوها متغيرة تماما أمامي، ليس وجوها باكية ولكن وجوه بتقول عايزين نتعلم منك الدرس، عايزين أما نطلع السماء يكون معانا حاجة نتسند بيها كده وإحنا واقفين قدام ربنا ببساطة وبإنكار ذات، مش إن أنا واقف ظاهر قدام الناس والناس شايفة خدمتي والناس بتمدحني. لا، كان كمال بيخدم خدمة لا يراها إلا الله وقلة قليلة من الناس، علشان كده الله الذي رأى محبته في الخفاء سوف يجازيه علانية. إحنا مطمنين على هذا الإنسان لأنه إنسان جمع بين الأمانة في العمل، البساطة في القلب، والابتسامة اللي بتعكس حياة إنسان مسيحي بسيط محب. شفنا البساطة دي في بيته وشفناها في التعامل مع إخواته في بيت لحم وفي كل مكان. باسم نيافة الأنبس رابيون وباسم أبائي أبونا بشوي وأبونا مخيل وأبونا إسحاق بنقدم، وباسم كل شمامسة الكنيسة وكل أربنية وكل خدمات الكنيسة بكل فرد في الكنيسة، بنقدم العزاء للأسرة لزوجته وأولاده لإخواته واحد واحد، وبنطلب من ربنا اللي استقبل هذا الإنسان بصوت الفرح نعما أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا على القليل أقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك، إن هو يثكب عزاء القلبي في قلب كل أحد، إن احنا نكون مستريحين من جهة هذا الإنسان ونقول له الله الذي أعانك يعيننا ويكمل أيام غربتنا بسلام. باسم الأسرة بشكر حضراتكم كلكم اللي جيتوا النهاردة عشان تشاركوهم في هذا الزفاف للسماء، مش هقول هذا الحزن، وربنا يعوضكم كلكم أجر سماوي. وحن دلوقتي حنروح الهولي كروس في البريال سيرفيس في الهولي كروس، ونرجع هنا الكنيسة بتدعو الأسرة بتدعوكوا لوجبة محبة تشتركوا فيها مع الأسرة. بكرة 11:30 هتبقى في جنازة المرحوم جبرة من هدريت اللي هو جوز مدام سونيا أبو جيرمايا ولالو مايك ومنى، ويوم الخميس في جنازة برضو الساعة 11:30 اللي هو مدام إستر اللي هي والدة رضا مرات عم مخيل ومرفت ونبيل ليها يعني برضو أسرة كبيرة، هتبقى جنازتها برضو 11:30 يوم الخميس. ربنا ينيح نفوس الجميع ويدينا ان احنا نستعد لما يأتي إلينا الصوت ان احنا ننتقل يكون لسان حالنا كلنا أمين تعالى أيها الرب يسوع لإلهنا كل مجد وكرام من الآن وإلى الأبد. Satanas, how does he deny the child?
Christos ben Noti. Amin. يا ملك السلام أعطينا سلامك وقرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا وزلتنا لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اجعلنا رب مستحقين أن نصلي جميعا يا أبانا الذي في السماوات. الآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وعطية الروح كلكم معكم. امضوا بسلام. سلام الرب. مع روح بعيد. يوم السبت برضو هيكون في جنازة المرحوم فوزي رز الله أخو أخونا عاطف وأخونا ملاك، هتكون في كنيسة الشهيد أبنوب وقديس أنطونيوس في كورونا الساعة 11 الصبح يوم السبت.